الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. دائما في إطار تحضير لنيل شهادة سيسكو الخاصة بإنترنت الأشياء أساسية فوندامونتالز لإنترنت أوف تانكس. إذا خطوة بخطوة وصلنا إلى الفيدباك. لاحظ بأن هناك سلسلة نظرية تعتمد على الشرح بالعربي لهذه الشهادة، ثم هناك سلسلة عملية تطبيقية خصوصا تطبيقات على باكيت تراسر لنفهم الأشياء بشكل جيد. إذا هناك سلسلة تطبيقية وهناك سلسلة نظرية، إذا يمكنك أن تتجه مباشرة إلى التطبيق إذا فهمت بعض الأشياء أو بعض الأساسيات. بسم الله على بركة الله، ندوزو الفيدباك. فيدباك يعني كيفية الاستفادة من النتائج المحصلة لتحسين النتيجة. إذا إما هناك معطيات، هناك مجموعة من العمليات ومجموعة من العمليات المنطقية، هناك نتائج مباشرة، ولكن هناك بعض الأحيان نقوم بالاستفادة من النتائج لكي نطور الأشياء ونحصل على الشيء المراد الحصول عليه، وذلك من خلال ردة الفعل أو الفيدباك أو مشاهدة النتائج واستخلاص العبر. إذا الفيدباك is when the output of a system or process affects the input. قالك فاش تكون النتيجة دائما تتأثرنا على المعطيات. مثلا كمثال، هناك مثلا عازف جيتار له مجموعة من الأوتار، يريد أن يقوم بوزن الأوتار، يعني ريغلاج ديال لي كورد اون فرونسي ولا المساوية بالعربية. إذا هناك دائما هناك معطيات، المعطيات هي أنه يضرب فوق الأوتار، ثم هناك مفاتيح التحكم. إذا دائما ما نشاهد الموسيقي يقوم بالضرب على الأوتار وتعديل المفاتيح والاستماع إلى أن يحصل على النغمة المرادة. إذا هذا هو ماذا يسمى الفيدباك. إذا يقوم بالفعل ثم يستنتج من ردة الفعل. إذا فيدباك نستعمل الفيدباك عندما تكون النتائج لها تأثير مع المعطيات. إذا to illustrate this، قالك سيدي لفهم هذه المسألة وعلى لفهم هذه المسألة أحبائي الكرام، consider how feedback was used to safely land on the moon. قالك سيدي كيف يمكن للفيدباك لمعالجة النتائج أن يفيدنا لإرساء السفينة الفضائية بأمان فوق سطح القمر، كما يوضح الشكل ذلك. The computer continually received altitude and speed feedback. قالك سيدي الحاسوب دائما وبشكل متصل يستقبل العلو، لالتيتود العلو، and speed السرعة، and speed feedback measurements and display this information to the astronauts. قالك سيدي دائما الحاسوب ما يقوم بتلقي المعطيات بشكل متصل، هذه المعطيات التي تتمثل في العلو ثم سرعة السفينة الفضائية، ويقوم بنشر هذه النتائج على حاسوب رجل الفضاء astronaut and on board system the astronaut. قالك سيدي هذاك السيد الاسترونوت او رجل الفضاء used the feedback to control the spacecraft. قالك سيدي دائما ما يستعمل هذه المعطيات للتحكم بسفينته الفضائية، and adjust altitude دائما ما يقوم بمعالجة وإعادة علو السفينة وعلى altitude، وكذلك قوة المحركات and thrust level to successfully land on the moon، ليرسو بشكل آمن فوق سطح القمر. إذا هذا هو الفيدباك، مثال أحبائي الكرام. هناك بعض الأمثلة الخاصة. الفيدباك is often referred to as a feedback loop. هناك بعض الفيدباك وهناك حلقات الفيدباك أو حلقات القيم المرجعة. وعلى الفيدباك قدر نترجمه بالقيم المرجعة. إذا هنا دائما تكون عندنا واحد لوب، يعني حلقة، يعني إعادات، يعني إن بوكل.
en français. This is because the input results in output that is continually resampled and used as new inputs. قالك سيدي دائما هذيك هذيك النتائج تعطينا تعطينا معطيات اخرى تعطينا معطيات اخرى يتم ادخالها الى 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 النموذج بصفه متصله. اذا نقوم دائما على شكل حلقي وهذا ما يسمى بالفيدباك لوب. اذا ما يهمنا هو ان هناك بعض لي بروسيس تيكون عندنا انبوت او معطيات انبوت فوالا تيكون عندنا هنا ان بروسيس فوالا ان بروسيس ولا ان بروسيسوس ثم هناك عندنا اوتبوت. هناك اشياء هناك بعض العمليات التي تكون فيها عمليات منطقية جدا يكون هناك عدة مدخلات ثم هناك مخارج او اوتبوت ولكن هناك بعض الاحيان ما نستغل الاوتبوت احبائي الكرام لإعادة إدخالها في النموذج للحصول على النتيجة المرغوبة وهذا ما يسمى بالفيدباك أو لوب فيدباك. إذا تكرار عملية إصلاح للحصول على النتيجة هذا ما يسمى بلوب فيدباك. إذا شكرا لانتباهكم وإلى اللقاء.